اليوم احنا في ظرف استثنائي في العراق نتيجة تداعيات ما بعد 2003، حرب على داعش، القاعدة، الظروف الداخلية اللي مر بها العراق. سمعة العراق صاف الكثير من الخدش، مرة بسبب سياساتنا ومرة بسبب ظروف إقليمية ودولية. مع الأسف الشديد اختارت العراق موقع لتصفية الحسابات. اليوم في هذه الحكومة وخلال فترة قصيرة نجحت وزارة الخارجية العراقية عن طريق الوزير، عن طريق كادر الوزارة وبدعم الحكومة، بتغيير كثير من صورة العراق. علينا استثمار هذه الفرصة لكي نخدم الواقع العراقي، الواقع الاقتصادي والاجتماعي. عندنا فرصة تاريخية. اليوم العالم يشهد تحديات كبيرة وعقد كبيرة، والمنطقة تعاني من صراعات عبثية وغياب الحكمة في التعاطي مع كثير من الملفات. تحديات كبيرة، لغة السلاح هي اللي يبدو الطاغية على حساب لغة الحوار. فالحوار والدبلوماسية هي القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب. الدبلوماسية هي فرصتنا الوحيدة للخروج من الأزمات ومن دوامة الصراعات في المنطقة والابتعاد عنها. ولا بديل عنها، لأن البديل عن الدبلوماسية هو الجنون والحروب والخراب الذي عانت منه دول المنطقة والعراق. ما يخفى عليكم اليوم تشوفون في مجتمعنا مع الأسف الشديد من زمن البعث وهو عام 2003 ولحد الآن الظواهر المسلحة العسكرة في المجتمع ظاهرة واضحة في عيون العراقيين. يجب أن نغادر هذه الظاهرة، يجب أن يكون هناك الدبلوماسية والاقتصاد والتنمية هي البديل. السلاح ما يحل مشاكل، ولهذا الحروب بدايتها سهلة ولكن صنع السلام أصعب. فيجب أن نغادر هذه المرحلة وتكون الدبلوماسية هي الحل في التعاطي. قبل أيام دعينا إلى حوار وطني شامل، ونريد من هذا الحوار أن يكون على مستوى وطني ويشمل الجميع، لأن ما عندنا خيار غير حوار. البلد بمشاكل كثيرة، في تحديات، فما عندنا خيار لحل أزمة غير الحوار. هناك كثير من شعوب العالم التجأت إلى تجارب فرض الإرادات، أنتجت حروب أهلية وأنتجت فوضى وأنتجت مهجرين ولاجئين وفقر وبؤس. يجب أن نتخلى عن لغة فرض الإرادات إلا بلغة الحوار، الحوار الدبلوماسي الهادئ، كان على الصعيد الوطني أو على الصعيد الخارجي. يجب علينا جميعا خلق خطاب وطني عراقي جديد موحد ننطلق منه إلى كافة المستويات على الصعيد الوطني والمنطقة. وقد نجحت الدبلوماسية العراقية في الأشهر الأخيرة، عملنا بكل نشاط لكي نفتح الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك نجحنا ما لم يحققه السلاح، نجحنا تحقيقه خلال فترة قصيرة جدا. نجحنا خلال أشهر بسيطة من إخراج 60% من القوات القتالية الأمريكية من العراق، 60%، وخلال أشهر بسيطة. البعض كان يعتقد منا وطلب منا أنهم مستعدين للموافقة على خروج هذه القوات خلال فترة طويلة. نحن نجحنا خلال فترة قصيرة من طريق الحوار بتحقيق بعض مطالب الشعب العراقي بخروج القوات القتالية، ركز على كلمة قتالية، من العراق. والآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الحوار الاستراتيجي، وسوف تبدأ قريبا المرحلة الثالثة لكي نستفاد من الحوار في عملية إعادة انتشار هذه القوات خارج العراق، وكذلك الاستفادة من التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليم والصحة. وكذلك لدينا علاقات متميزة مع دول الجوار، مع الجيران العرب، مع الجيران الإيرانيين، ومع الجيران الأتراك. عندنا علاقات جيدة، وهناك مذكرات تفاهم، وهناك اتفاقيات لتطوير الاقتصاد. السياسة لا تحكمها العقد ولا تحكمها الكراهية، تحكمها المصالح. يجب أن نفكر بمصالح بلدنا وكيف نحول التحديات إلى فرص نجاح. ورغم كل الخلافات الموجودة في بعض الملفات، نجحنا بسياسة التوازن مع دول الجوار جميعا بدون استثناء، لغرض خلق فرصة تاريخية إلى العراق. فعلينا نأخذ العراق بعيدا عن الصراعات، ونخلق منه جسرا التواصل والتعاون مع الآخرين. منذ فترة طويلة كنت مؤمن بطرح فكرة، والحمد لله نجحنا بها، وطرحناها في زمن حكومة الدكتور السيد العبادي، وطرحناها في الحكومة السابقة ونجحنا بها. هي فكرة المشرق الجديد. المشرق الجديد هو عبارة عن علاقات اقتصادية اجتماعية، وليس حلفا أو تحالفا أبد. هي علاقة ذو بعد اقتصادي. العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الأردن، وجمهورية مصر العربية، ونعمل الآن على تطبيقها من إيجاد مصالح مشتركة واسعة، خيرات، قادة البشري في الدول، ثروات، شلون نستغلها لنحول نفسنا إلى فرصة نجاح. والآن العراق يلعب دور محوري في هذه العلاقة. كما لدينا اليوم علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج الأخرى، وماضون باستثمار عديد من ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والطاقة. وأكملنا اتفاقية قبل فترة قريبة، هو ربط السكك الحديدية بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية، والهدف من الربط هو الوصول إلى شمال الصين. القطارات غيرت وجه أوروبا بالكامل، بدأت من إيطاليا، انتقلت إلى فرنسا وبريطانيا، غيرت وجه العالم كله. العراق في عام 2021 ما عنده ربط سكك خارجي. كان في السابق حلم المشرق هو ربط سكك بغداد برلين، وكان هناك ربط حلب، ولكن بسبب الحروب، بسبب الدمار، هذه المشاريع أصبحت جزء الماضي. الآن العراق يحاول يستعيد دوره، ولهذا نجحنا بربط السكك الحديدية. النقطة الأخيرة اللي أنا يهمني جدا أتكلم بيها هي ملفات العلاقات مع دول الجوار. مهم جدا هذا الملف ينشط. من غير معقول يكون عندنا تبادل تجاري بسبب تقصير في بعض الملفات أو الفوضى لصالح العراق. أكو دول اليوم تبادل تجاري لصالحها بنسبة 90%. ليش؟ مطلوب يكون تبادل تجاري متوازن، يجب أن يكون لمصلحة الطرفين مو طرف واحد. عندنا تبادل تجاري مع بعض الدول 15-16 مليار مقابل أقل مليار للعراق. مطلوب تنشيط هذا الملف. أعرف عندكم معاناة بعض الوزارات العراقية في المتابعة، أتمنى أن حثون اخوانكم في الوزارات على تجاوز هذه الازمه.